ربما يكون في اعتقادك أن الأفاعي هي الكائنات الأكثر سمية وفتكاً، لكن الأرملة السوداء ستفاجئك. فبحسب التقارير والأبحاث التي أجريت على هذا النوع من العناكب، فإن سمها أقوى ب15 مرة من سم الأفعى الجراثية، وتنتشر في بلاد كثيرة من ذات المناخ المعتدل، خصوصاً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا ودول جنوب آسيا وعدد من دول أفريقيا، وتتغذى على أي نوع من الحشرات التي تعلق في شباكها مثل الذباب والبعوض والجراد والخنافس واليرقات والعناكب الأخرى، وتستعمل أنشاط أقدامها لتلف الفريسة بالشباك، ثم تغرز أسنانها فيها وتضخ السم لتقتل ضحيتها على الفور. ولحسن الحظ لا تلدغ الأرامل السوداء البشر كثيراً إلا عندما تشعر بالتهديد، وعلى الرغم من أن حالات الوفاة بسبب سم الأرملة السوداء قليلة، إلا أنها تسبب الغثيان والتعرق الغزير مع آلام قاسية في البطن والظهر والعضلات، وترفع ضغط الدم وتشل حركة الحجاب الحاجز، وهو ما يمكن أن يؤدي للاختناق. وتوجد أدوية مضادة لسم الأرملة السوداء، لكن يستحسن أخذها بسرعة كبيرة وتحت إشراف طبي، وقد يدوم الألم والأعراض لعدة أيام حتى بعد العلاج، خصوصاً إذا كانت اللدغة من الأنثى، فهي أشد فتكاً وقوة، وهي خطيرة جداً على الأطفال والمرضى وكبار السن. وتعيش ذكور العناكب السوداء بضعة أشهر قليلة، فيما يصل عمر الأنثى إلى 3 سنوات، ولذلك سميت بالأرامل، وعادة ما تأكل الذكر بعد التزاوج، خصوصاً أن حجمها ضعف حجمه، وهي كائن عضواني يحب التواجد في الأماكن المظلمة، لذلك يمكن أن تكون موجودة في الملاجئ والحظائر والكراجات والأماكن المهجورة. وينبغي أن تقوم بارتداء ملابس وقية قبل التواجد في الأماكن التي تعتبر موطناً للأرامل السوداء، ويجب تفحص الأشجار والنقاط الرطبة في الغابات قبل الجلوس فيها لتجنب الاحتكاك مع هذه العناكب. يمكن تمييز الإناث من عناكب الأرامل السوداء من خلال إشارة حمراء فريدة موجودة على ظهرها، وبحسب مركز مراقبة السموم المحلية في الولايات المتحدة، ينصح عند الاستطاعة بجلب عنكبوت الأرملة السوداء الذي قام بعض الضحية، ويتم ذلك من خلال محاولة السيطرة عليه وحفظه بحذر شديد داخل كأس أو علبة آمنة وإغلاقها بإحكام. يساعد هذا الأمر في إجراء التحاليل بشكل أسرع، ويسهم في تسريع عملية الشفاء من خلال تحديد الأدوية المضادة الأنسب، وكذلك يتم إجراء تحاليل واختبارات أخرى على العنكبوت لمعرفة ما إذا كان يحمل أمراضاً أخرى غير السم. ولا يوجد عدد كبير من المفترسات لهذا الكائن الخطير بين الحشرات، فقط أنواع محددة من الدبابير تقوم بقتل الأرملة السوداء وأكلها، بالإضافة إلى بعض الطيور والثدييات الصغيرة التي تتغذى بشكل رئيسي على الحشرات، وتمتلك عادة نظاماً مناعياً يقيها من لدغات العناكب.